نختم الجولة من الجريدة ومنها نقرأ: المدارس الخاصة تهدد بمقاضاة وزارة التربية. تفاقمت الخلافات بين اللجنة التسييرية للمدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم على خلفية رفض مدير إدارة التعليم الخاص عبد الكريم حسن حضور الضباط الثلاثة من اللجنة اجتماعا ضم مدارس التعليم الأجنبي وعدد من المدارس وممثلين أولياء الأمور، مما دفع أصحاب مدارس التعليم الأجنبي مغادرة مكان الاجتماع لمنعهم ممثليهم، وهددت باللجوء للقضاء للدفاع عن المدارس الخاصة. وقالت اللجان في بيان أمس إن ما حدث محاولة واضحة للضغط على المدارس لتمرير رغبة قلة من أولياء الأمور بشكل غير قانوني، باعتبار أن لجنة التسيير هي صاحبة الحق الأصيل في الدفاع عن منسوبها. أستاذ خالد، يعني تفاقم الأزمة بين المدارس الخاصة والأجنبية ووزارة التربية مع اقتراب العام الدراسي، ألا يهدد بعدم استقرار العام؟ هما حادث الآن هو جزء من الإرث السلبي للنظام السابق، لأنه الأساس هو مجانية التعليم، أي دولة بتستثمر في التعليم، لأنه استثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، استثمار في العلم وفي المعرفة وفي البحث العلمي. لكن النظام السابق أدى انهيار التعليم العام ولجوء أعداد كبيرة من الأسر للتعليم الخاص، وده وضع شائع. المطلوب الآن من البداية من الحكومة الانتقالية وما تليها من حكومات إعادة الوضع والاعتبار للنظام للتعليم العام، بأن يتم إعادة تأسيس المدارس، إعادة تأسيس المناهج، إعادة الاعتبار للمعلمين حتى تكون المدارس جاذبة كما كان الوضع في السودان في السابق. ولكن هذه حلول جذرية محتاجة إلى زمن. أنت محتاج لحلول جذرية ومحتاج لحلول إسعافية، ولا يجب تتعامل معهم في نفس الوقت، لأنه أصلا التعليم الوضع الآن ده وضع شائع، أنه نسبة كبيرة بتمشي للتعليم الخاص، وده بيمثل إرهاق شديد على ميزانية الأسر، لأنه نحن مجتمع فقير والناس ما عندهم مقدرة على التعليم الخاص، لكن اجبروا عليه وظروفهم ما بتسمح. لكن في النهاية تعليم الأبناء ده الاستثمار الوحيد الموجود للأسر الفقيرة والأسر المتوسطة في السودان. المطلوب إنه لمعالجة هذا الوضع في الوقت الحالي إنه يكون في أسس ومعايير متفق عليها لتحديد الرسوم بتاعة التعليم. التعليم ما سلعة، التعليم ما سلعة زي باقي السلع، وما سلعة كمالية، هي حاجة ضرورية. فبالتالي لابد أن تكون هناك في مناهج تحديد ومعايير تحديد مستويات المدارس الخاصة، معايير بناء عليها يتم تحديد الرسوم الدراسية، وحتى معايير لتحديد المستوى الأكاديمي والمستوى غير الأكاديمي للمدرسة، النشاطات الأخرى، النشاطات الرياضية والأدبية والثقافية، وحتى هل المدارس دي بيتم عليها التعريف لمفهوم المدرسة من ناحية تربوية من ناحية المناشط الأخرى، لأنه أغلبها ما مدارس بمنهج المدرسة، فيها مسرح والفيها مناطق للعب وللأطفال وللنشاطات الأخرى. لابد من معايير الآن تحدد مستويات المدارس، وبناء على مستوياتها الأكاديمية والمستويات البنية التحتية بتاعتها وما تقدم من خدمات يكون تحديد الأسعار، ولا بد تحديد الرسوم الأسعار، لأنه تسليع التعليم ده من الأخطاء الكبيرة. ولا بد تشارك المدرسة، لأنه برضه هو ده استثمار، يعني من حقه، لكن ما استثمار معناته يكون حاجة مفتوحة، يعني لأنه سرعة ضرورية أو حاجة ضرورية. لازم مشاركة أولياء الأمور، أصحاب المدارس التعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات تانية تعبر عن المجتمع المدني، ويتم مناقشة الوضع بشكل شفاف وشكل واضح، ووضع معايير ومعايير مبادئ تصادق لهذه المدارس. وزارة التربية والتعليم تشرف عليها وتتابع مستوى الأكاديمي، زي ما قلت لك إنه المدرسة معدة إنها مدرسة ولا ما مدرسة، المناهج اللي بتقدمها، لأنه في غياب كامل لمراجعة متابعة المناهج التربوية. يعني لابد في الفترة الجاية دي قبل فتح المدارس يكون في خطوات إسعافية لإصلاح كامل للمدارس دي بصورة منهجية، ومن ضمنها تحديد الرسوم الدراسية بناء على معايير، إنه الكتب هي بتكلف كم، المعلمين كم، الإيجارات، وتكون في وضع تهامش بتاع أرباح للمدرسة. ممكن مثلا
تكون مفتوحة يعني. صحيح. لأنه ده حاجة أساسية بتمس آلاف الأسر في السودان. صحيح. نتمنى أن تحل هذه المشكلة لأنها مشكلة حساسة جدا، والعام الدراسي على يعني الأبواب. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عبد العزيز، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الفقرة التحليلية. شكرا جزيلا.